هنروح دلوقتي لمحافظة الشرقية اللي فيها مشروعات كتير بتتنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حوالي 900 مشروع بتكلفة 28 مليار جنيه. في جزء كبير جدا من المشروعات دي دخلت الخدمة بالفعل من أول الشهر ده، وفي 5 مراكز في الشرقية كمان بتستعد للدخول في المرحلة الثانية من المبادرة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، وأي سعيد على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية لو توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين خريطة الأعمال اللي بتشهدها المحافظة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة. تمام، خليني أقول لحضرتك في البداية إن بالنسبة للخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، إن في عدد كبير جدا من المشاريع زي ما حضرتك تفضلت وذكرت كده بتتنفذ في نطاق المحافظة بالكامل، من بنية تحتية، من رف، من صرف صحي، مياه شرب. دي كلها مجموعات بتتنفذ في كل المراكز اللي موجوده في المحافظه. لو احنا جينا نتكلم عن حياه كريمه تحديدا، فالمحافظه كان فيها مركز واحد في المرحله الاولى هو مركز الحسينيه، وده يعتبر اكبر مركز من مراكز المحافظه، مساحته تقريبا 31% من مساحه المحافظه، بيتكون من 10 وحدات محليه، 41 قريه، ده يدل على حجم الاعمال اللي كانت هتتم فيه. والمركز ده كانت الخدمات فيه متواضعه الى حد ما قبل دخول المبادره. في عدد مشروعات بنتكلم في تقريبا 862 مشروع تحديدا، متقسمه بقى طبعا على كل القطاعات الخاصه بالمبادره، سواء كانت صرف صحي، مياه شرب، غاز، اتصالات، كهرباء، رصف، ده في البنيه التحتيه. وفي المشروعات الانشائيه في طبعا الوحدات الصحيه والابنيه التعليميه والاسعاف ومراكز الشباب والبريد وباقي المشروعات زي المجمعات الحكوميه والمجمعات الزراعيه. بنتكلم طبعا في التكلفه الخاصه في الاستثمارات للخدمات المقدمه للمواطن على مستوى محافظه الشرقيه زي ما حضرتك ذكرت كده يا فندم، تصل ل 28 مليار جنيه تحديدا في الفتره اللي فاتت. والاعمال اللي في المبادره اللي احنا بنتكلم عليها في ال 862 مشروع دول، وصل يعني حجم الاستثمارات فيهم تقريبا ما يقرب ل 7 مليار جنيه كاستثمارات في مبادره حياه كريمه داخل محافظه الشرقيه. دكتور احمد، حضرتك اتكلمت عن المركز الحسينيه فقط، طب باقي المراكز؟ ما انا بقيت المراكز احنا داخلين عندنا في المرحله الثانيه 5 مراكز ان شاء الله، هو مركز فاقوس وبلبيس وديار بنيك واولاد صقر وابو حماد. دول 5 مراكز من الـ5 مراكز الكبار اللي فيهم حجم اعمال هيبقى ضخم جدا ان شاء الله الفتره الجايه. دول داخلين معانا في المرحله الثانيه في حياه كريمه، واحنا بدانا فيهم فعلا تجهيزات ووضع الخطط للاحتياجات اللي هنبدا نشتغل فيها ان شاء الله فور اطلاق المبادره من سياده حكومه رئيس الجمهوريه. طيب خلينا نروح لحضرتك مع حضرتك للمرحله الثانيه يا فندم. المرحله الثانيه من المفترض انه يبدا العمل فيها من امتى؟ ومفترض حسب الخطه المبدئيه يستغرق العمل فيها قد ايه؟ يعني احنا منتظرين اطلاق المبادره من فخامه سياده رئيس الجمهوريه، المفروض انها يعني خلاص او شكت على الاطلاق. احنا بنتم التجهيز ليها الفترة اللي فاتت، يعني بنانا نحصر الاحتياجات الخاصة بكل القرى اللي موجودة في الـ5 مراكز دول. كمان بدانا نشوف الأراضي اللي هنبدأ نوفرها لإنشاء المشروعات. حضرتك عارفة إن في عدد كبير جدا من المشروعات هيتم استحداثه في مبادرة حياة كريمة زي المجمعات الحكومية، دي ما كانتش موجودة قبل كده، المجمعات الزراعية والمجمع البيطري، دي برضو ما كانتش موجودة في يعني قبل المبادرة. يعني دي مقرات تم استحداثها للخدمات لاهالينا في القرى الريف المصري، فدي هتستوجب ان احنا نوفر لهم مجموعه من الاراضي لانشاء المشروعات دي. كمان بدانا نعمل حصر للقرى اللي هي محتاج يتم دعمها بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وكمان بدانا نجهز مع شركات الغاز وشركات الكهرباء الاحتياجات الخاصه بالقرى لتوفير كافه الاحتياجات ليهم. الاعمال فيها تبقى اعمال ضخمه جدا، يعني احنا لو بنتكلم ان مركز واحد بنتكلم في حجم مشروعات فيه تقريبا 800 مشروع او 900 مشروع زي ما حضرتك ذكرته، فاحنا بنتكلم في 5 مراكز، يعني ممكن نوصل ل 4000 مشروع تقريبا في الـ5 مراكز دول. عظيم. بالنسبه للحسينيه احنا خلاص قربنا ننتهي من المشروعات اللي احنا شغالين فيها. انا عايز اطمن حضرتك يا فندم ان احنا عندنا نسب التنفيذ في الحسينيه متقدمه جدا، يعني خليني اقول لحضرتك كده بعض النسب سريعا. يعني في مياه الشرب احنا تقريبا انتهينا من كافه الاعمال، دلوقتي بنعمل الوصلات المنزليه للاهالي. الصرف الصحي نسبه التنفيذ بتاعته 88%، وعايز اقول لحضرتك ان مشاريع الصرف الصحي دي يعني انجاز انها تتم في خلال عام واحد وتوصل للنسب العاليه دي، لان حضرتك عارف ان اعمال الصرف الصحي
سواء كانت شبكه الانحدار اللي بتبقى بتتنفذ دي بتتنفذ على اعماق كبيره جدا، كمان محطات المعالجه بتاخد وقت طويل جدا في الانشاء، فان احنا نوصل لنسب تتخطى ال 85%. واكيد كان في قرى كتير في مركز الحسينيه ما فيهاش صرف صحي اصلا. احنا هم 41 قريه تقريبا ما كانوش مخدومين كلهم صرف صحي، كان الصرف الصحي بتاعهم اللي هو ذاتي يعني اللي الناس موصلاه العشوائي اللي هو بتاع الاهالي، يعني الناس شغاله على الصرف الصحي العشوائي. فطبعا تم اعمال ضخمه جدا في البنيه التحتيه. انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان في كوره وصل لها غاز، احنا عندنا 14 قريه دلوقتي بيتم اعمال الغاز فيهم، وفعلا الغاز وصل للبيوت والناس دلوقتي شغاله غاز في المنازل. ده انجاز ما كانش يحصل في الكرة لولا دخول مبادرة حياة كريمة مثلا. طيب يا دكتور، يعني كل محافظة من محافظات مصر او المحافظات اللي استهدفتها مبادرة حياة كريمة، كل محافظة كان ليها احتياج يعني اكتر من محافظة تانية. بالنسبة لمحافظة الشرقية والمراكز اللي تم استهدافها من مبادرة حياة كريمة، ايه ابرز القطاعات او ابرز المشروعات اللي كانت المحافظة او المراكز دي كانت بحاجة ليها؟ طيب خليني اقول لحضرتك ان مركز الحسينيه زي ما كنا بنتكلم كده ان كانت الخدمات فيه متواضعه الى حد ما، المركز ليه طبيعه خاصه، فكان اهم احتياج ليه كان خدمات الصرف الصحي الحقيقه. يعني الصرف الصحي ومياه شرب دول كانوا اكثر خدمتين بيعاني منهم المواطن في الحسينيه. دلوقتي بعد الطفره التكنولوجيه برضو الاتصالات ومحور الاتصالات سواء كان من تغطيه خطوط فايبر او شبكات اتصالات، دي كانت بالنسبه لهم نقله كبيره جدا، لان الشبكه هناك كانت ضعيفه جدا، وكان يعني في استفسارات كتير وفي مطالبات كتير بتقويه ودعم شبكات الاتصالات اللي موجوده في مركز الحسينيه، خصوصا ان حضرتك عارفه يعني التحول الرقمي وده محور من المحاور الرئيسيه دلوقتي في الدوله المصريه، اللي كل الناس لازم تشتغل عليه الفتره اللي جايه. بكل تاكيد يا فندم، طبعا بكل تاكيد. يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات، دكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقيه.